حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح العسل وصباح السكر وصباح جميل على عيونكم وصباح كده ايه، كل حاجة حلوة. يلا بينا بقى النهاردة. انتوا عارفين ان انا يوم السبت بنزل اجيب السمك من السوق وكده، ونعمل يوم السبت سمك. للأسف بقى انا ما لقيتش سمك عجبني النهاردة في السوق، فلقيت كده الكرنباية دي ايه طالعة كده من وسط الارض جميلة، لسه الراجل جايبها، الفلاح جايبها من وسط الارض دلوقتي، شايفين مفتحة ازاي، لسه طالعة من الارض وطازة كده وحلوة بتناديني يعني. فقلت خلاص بقى بلاها سمك النهاردة ونعمل المحشي. شايفين كرنباية بجد مورقة كده وحلوة وجميلة يعني. فايه، فقلنا خلاص بقى نعمل محشي، وجبت خضرة وجبت طماطم. انا كده كده عندي اكل من امبارح، مكرونة بشاميل وفراخ بانيه، فحرام يعني هنرميه عشان سمك، لا نعمل دي جنب الاكل. يلا بينا نبدأ بقى نشوف بقى هنعمل ايه في الشقة ونظبط الدنيا. يلا اول حاجة نسمي بالله كده ونصلي على النبي ونفتح كده الشقة، طبعا نشغل القرآن في البيت زي ما احنا متعودين، ونهوي كده الشقة، نفتح كل الشبابيك، ندخل الشمس في الشقة كلها، ونخرج كده اي طاقة سلبية كده من البيت. طبعا انا بعمل الصلاة كده ايه يعني روتين يومي، مش نظافة يومية، مش تنظيف عميق ولا حاجة، لا تنظيف يومي عادي. دي الحتة اللي احنا دايما قاعدين فيها، فدايما بنظفها كل يوم عشان دي اكتر حتة بتبقى ايه يعني متوسخة وكده، لان قعدتنا والاكل والحياة كلها عندنا هنا في الصالة. اوض النوم انا بخشها يوم ويوم يعني، بغيرها بظبطها يوم ويوم، لان احنا مش بنخشها غير على النوم بس، فدايما دايما ما بتتوسخش بسرعة. فانا يوم ويوم مغير الملايات وظبط ايه الاوض يعني. فالنهاردة مفيش ايه اوض نوم بقى وكده، فبنعمل الصالة بس. انا شلت المراتب كده ونضفت تحتها التراب ونضفت تحتها اي حاجه، وهرجعهم تاني اللي هي الشيلات بتاعه الكنب، بس انا عايزه اغير اللون كده، عايزه اغير يعني ايه تغيير كده، في يبقى تغيير لون يعني. فانا عندي قماشه كده فهحطها كسوه كده على الكنبه، بانها ان هي تحمي الكنبه، تتغسل بسرعه مش هتاخد منك وقت، وفي نفس الوقت تغيير كده لعينك يعني، عينك كده تحس انك عملت تغيير. فبرضو عملنا الكنبه الثانيه نفس الحكايه، نضفنا تحتها ورجعنا الشلته وحطينا القماشه اللي هي لون الاورنجي ده، والله لون جامد يعني بصراحه عاجبني، حتى لو هو مش لايق بس مش مشكله تغيير، بس هو فيه زيتي والركنه زيتي فايه فلايق يعني. خلاص بقى هنرجع الشلت بقى مع بعض، وبعدين ننظف بقى الترابيزه وترابيزه التلفزيون، ونرجع كل حاجه مكانها بعد ما نظفناها. دي طبعا بنلمعها بس كده من التراب، عشان دايما اي حاجه اي ترابيزه كده دايما بتبقى تجميع فيها تراب، فبايدك كده بقماشه فاضيه، لا ملمع ولا معطر ولا اي حاجه، قماشه ناشفه كده خالص. لمعنا كل الترابيزه لان كده كده مش متوسخ قوي. هنكنس بقى بالمكنسه. شوفي ما اخدناش 5 دقايق وعملنا اوضه او عملنا مكان، ما فيش في 5 دقايق سريع، طول ما انت ما بتكوميش عليكي الحاجه، طول ما الحاجه تبقى خفيفه عليكي. هنخش بقى على الصالون الناحيه الثانيه من الصاله. طبعا الصالون دايما ايدنا فيه، لان دايما لو حد جالك او ضيف او كده بتدخليه على الصالون على طول، فدايما بتبقي محتاجه ان هو نظيف دايما. فانا بنفض كده على طول التراب منه، ومفيش فيه تراب كتير بس دايما بتنضفيه، ولما الترابيزه برده بقماشه عاديه مفيش فيها اي حاجه، والبراويز اللي على الحيطه والكنسور والفازات اي حاجه موجوده في الصالون بتلمعيها بقماشه من غير لا ملمع ولا معطر ولا حاجه. ده مش تنظيف عميق يا جماعه، ده تنظيف روتين يومي عادي. وطبعا الشباك والستاره طبعا ايه بتحشيها كده وتلمعي الشباك. خلاص نكنسه برده كمان بالمكنسه، مفيش ضمن حد يجيلك فجاه، يبقى دي اول حاجه انت دي مخلصاها تبقى زي الفل. لو عندك كتب عندك اي حاجه ممكن تبقى تجمعي فيها التراب، لا فعلى طول ايدك فيها. طبعا الراديو ده العشق طبعا بتاعي فدايما مشغلاه، والترابيزه دي اللي احنا حياتنا كلها بنصور فيها وبنتغدى عليها وبنصور فيها بنتصور عليها وبنتغدى عليها وبنذاكر عليها وبنعمل كل حاجه عليها، ما بنعملش حاجه ان احنا بننامش، ناقص ننام عليها والله. ونلمع كده الكراسي. هنعمل بقى مع بعض، هنحضر بقى الغدا كده عشان ايه نلحق. الورق الكبير اللي ورا ده ما بعرفش. Thank you.
هنحضر بقى التسبيكة، ننزل كده بالزيت. وننزل بقى كده بالبصلة، دي بصلة كبيرة. نسبل كده وننزل عليها بالخضار. في حلة تانية كده ننزل الماء السخنة، عايزين نسلق فيها الكرنباية، هننزل كده بملعقة ملح، وهنضيف على ملعقة الملح ملعقة كمون. وبعدين ننزل عليها بالكرنباية بقى. تفضلي كده ايه، كل ما الكرنباية تتسلق تقلبيها يمين وشمال كده عمال ما الكرنباية تتسلق. نرجع تاني للبصل، اول ما البصل يبدأ يدبل كده ننزل عليه بمعلقة ثوم كبيرة، معلقة ثوم كبيرة. اول كده ما البصل تدبل كده ننزل بقى عليها بالطماطم، لسه هنضيف طماطم كمان. ثواني هنضيف عليها كده معلقه هريسه اللي هو الفلفل اللي احنا عاملينه مع بعض، هريسه الشطه، بس هي دي مش شطه حاميه قوي، دي وسط يعني، لان فيها فلفل احمر العادي. وهنضيف عليها كمان معلقه صلصه، بصوا ده الباقي من البرطمان كده، ايه معلقه كبيره هنضيف عليها معلقه الصلصه دي، هنزله بقى بالمعلقه او بالسكينه. جيش بقولك اتصرف، جيش بقولك ايه اتصرف. احب انا لون المحشي كده يبقى ايه، احمر كده وردي كده حلو. يلا مش هضيف بهارات ومش هضيف اي حاجه خالص غير لما تتسبك خالص، هضيف بس كده معلقه ملح. لما تتسبك بقى خالص معانا كده نضيف عليها بهاراتها بس خالص. غسلنا الرز، غسلنا الرز وضفنا عليه الخضره، هننزل عليه بقى التسبيكه اللي احنا سبكناها، اتسبكت خالص اهو، ننزل عليها الطماطم دي. احنا ما حطيناش اي حاجه على الطماطم غير الملح بس. الحله دي انا هحشي فيها اصلا. هنضيف ايه بقى البهارات بتاعتها، فلفل اسود، شطه، بابريكا، كمون، قرفة على جنزبيل. هنضيف بقى نعناع ناشف، انا بجيب النعناع كده بس بفركه كده ايه عشان يبقى ايه ناعم خالص. المحشي بيحب النعناع كتير. بصي بقى عشان المحشي يطلع منك مفلفل قوي يعني، حط عليه بس حبه زيت صغيرين. انا عارفه ان احنا حاطين زيت في الاول، بس حبه الزيت في الايه دول اللي هم على الرز وانت بتحشي بيخلي الرز طالع معاكي مفلفل خالص. نقلب ده كله بقى ببعض.
خلاص خلطه المحشي دي، تعالوا بقى ايه نحشي مع بعض ونلف مع بعض الكرنب. يلا بينا. بصوا حبايبي، احنا بنقطع الحته الكبيره دي وايه ونحطها تحت في الحله دي. الحله اللي انا عامله فيها التسبيكه، انا مش بغسلها، مطرح مكان التسبيكه على طول بقوم حشي على طول، والف كده ورق العنب لور كده طويل واقطعه. انا بقطع ورقه العنب متوسطه، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي. طبعا انت قدامك الوقت ان انت تعمليه من بالليل، بس انا عشان لسه جايبه الكرنب دلوقتي وهحشيه دلوقتي وهسلقه واعمله دلوقتي عشان نلحق نتغدى بيه، فايه فانا عشان كده بعمل كله مع بعض. لكن انت لو من بالليل تقطعي براحتك. اما بقى اللي كان بيسالني وانا بعمل محشي الممبار ورق العنب في الروتين قبل كده، قالوا لي انت ليه ما سبكتيش وليه فين الزيت وفين مش عارفه ايه. انا الورق الممبار مش بسبك له، الممبار بعمله ني في ني. فانا كده خلاص بلف المحشي، بحط الاخضر طبعا تحت، وبعدين بقى ايه بعد كده اللون الافتح في الافتح لحد ما نوصل للاخر. اهم حاجه انا عايزه اقولها لكم بقى، انا بعد اول طبقه لما انا برص اول طبقه كده خالص تحت من اللون الاخضر كله لون اخضر، انا بعمل ايه؟ انا عندي هنا نص فرخه، انا عندي فراخ باين بايته من بالليل بنيه، بس مش هتقضينا كلنا، فعندي نص فرخه كده فتحتها من الجناب وحطيت فيها ملح وفلفل وبهارات فراخ وهحطها في نص حله المحشي. دي طريقه حماتي الله يرحمها، هي اللي معلماني الطريقه دي، ربنا يرحمها يا رب. فايه فبتخلي المحشي طعمه حلو جدا جدا جدا، وبتخلي كده الفراخ تستوى بسرعه، لان الفراخ بتبقى مكموره من فوق ومن تحت مضغوطه يعني، فبتستوى بسرعه. جربوها بجد هتعجبكم جدا. وبعدين عادي بعد ما بتحطيها بتحشي فوقه عادي خالص. لما تخلصي بقى المحشي تعالي نولع عليه، حطي كده عليه شويه ملح من فوق. انا لازم احط عليه ملح، حتى لو انا ظابطه ملحه لازم قبل ما احط يعني الميه بتاعته احط عليها ملح. وده كده كانت معلقه صلصه كده في البرطمان، حطيت عليها شويه ميه دوبتها كده، معلقه صلصه بسيطه كده. وبعدين تضيفي عليه بقى ميه سخنه. بصي تعملي ايه بقى عشان الميه كلها تنزل. بس خلاص، هو هي هو مش الميه لسه هتنزل، انا ما بغطيش المحشي بالميه، بس هي الميه لسه هتنزل. بصوا يعني هي الميه لسه هتنزل المحشي عشان ايه اهو. بصوا كده الميه لسه هتنزل، ثواني بقى والميه هتنزل كلها. عملنا المحشي اهو، بجد طعمه جنان. ودي الفراخ اللي احنا حطيناها في نص المحشي، انا عايز اعرفكم بس شوفوا قد ايه مستويه خالص، دايبه خالص، مستويه جدا، شايفين الورك بجد فظيعه. جربوها تعجبكم. او ده البانيه اللي فايض عندنا، كان فيه بشاميل بس ايه يلا الله يرحمه قضوا عليه. الحمد لله بقى خلاص شطبنا المطبخ، الحمد لله اتغدينا وخلصنا كل اللي ورانا وايه وما عادش ورانا حاجه الحمد لله يعني. وولادي ناموا خلصوا مذاكرتهم، طبعا بيبقى يوم طويل عليهم المذاكره والدروس، بجد ربنا يكون في عونهم وربنا ينجحهم يا رب وينجح كل ولادنا بحق جهنم. فاحنا خلاص خلصت اهو الشقه، الحمد لله انا مظبطينها مع بعض من قبل الغدا، وشطبت المطبخ وخلاص مفيش اي حاجه خالص، الشقه زي الفل. شغلت البخور، انتوا عارفين ان انا بعشق حاجه اسمها بخور، دول فاسطين كده يعني ما تفهموش هم مكسورين ولا سلام، المهم يعني دول فاسطين كده، انا بحط فيهم دايما البخور يعني، دايما بحطهم في الحته اللي انا موجوده فيهم كده في البخور. ومفيش، نقعد بقى كده ايه، تقعدي بقى مع نفسك تريحي نفسك من اي حاجه، تشربي كوبايه عصير انت وعلي، مش انت وعلي، انا وعلي. انت وجوزك بقى او انت وابنك او انت وولادك، تقعدي كده تفضي دماغك خالص من اي حاجه، لو وراكي شغل تشتغلي، لو وراكي اي حاجه تعمليها، اقعدي لك كده، خلي في اليوم بتاعك ليكي ساعه مع نفسك، ساعه مفيش اي حاجه، هدوء كده خالص. انا بحب افضي نفسي كده ساعه احس ان انا ايه ارتحت، عشان ما بقاش كل ضغوطات وراكي وكل الدنيا يعني، مش اليوم كله اكل وطبيخ وتنظيف، لا بالعكس، انا لازم تخرجي تغيري جو، حتى لو مش قادره تخرجي ممكن تقعدي في بيتك ساعه واحده كده
تتفرج على فيلم ابيض واسود. يعني انا ست قديمه يا جماعه، انا بحب الحاجات القديمه. تسمعي لك اغنيه هاديه، تقراي لك قران، تقعدي مع نفسك بقى وخلاص. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم، عشان ما يبقاش فيديو طويل قوي، كفايه ان هو طويل. بس انا والله بحب اوريكم يعني دايما الروتينات دايما بتبقى هي ايه يعني طويله شويه، بس عشان اقدر اصور لكم اليوم كله. ما هو انا كمان مش بعرف اصور اليوم كله، فانا بصور حاجات. فيا رب بقى اكون خفيفه عليكم ومطولتش، وبحبكم قوي ودايما شجعوني كده على طول على طول، وبحبكم. بس يلا تصبحوا على خير، يلا باي باي.